ثلاث سنوات كانت قد مرت على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، فجاء رجل في دقيقة وبندقية قال أن لا سلام سيجمع بين أحد. قصة أحمد الدقامسة. في نظر القانون هو مجرم إرهابي قاتل للأطفال والنساء، وفي نظر كثير من الشعب بطل حر ووطني. قصته بدأت منتصف شهر آذار مارس عام 1997، وقبل ذلك التاريخ لم يكن يسمع باسمه أحد سوى أهله وأصدقائه وربما كتيبة حرس الحدود التي ينتمي إليها. هو جندي أردني التحق مبكراً بالقوات المسلحة التي تعرف بالأردن باسم الجيش العربي. ولد العام 1972 في إحدى قرى مدينة إربد شمال الأردن. لم يحالفه الحظ بإكمال تعليمه فانضم للجيش العربي عام 1987 بعمر 15 عاماً. وبعد 10 سنوات من التحاقه بالجيش وجد أحمد الدقامسة نفسه جندياً على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، وتحديداً في منطقة الباقورة، المنطقة الحساسة في ذلك الوقت. فوفق مقتضيات اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994 والتي تعرف باتفاقية وادي عربة، تمثل الباقورة نقطة التقاء وسلام بين الطرفين حيث يأتيها السياح من البلدين تعبيراً عن السلام ودعوة إليه. لكن ما حصل في 13 من أذار مارس عام 1997 نسف هذه الفكرة عن بكرة أبيها. حافلة إسرائيلية تحمل طالبات إسرائيليات تأتي للباقورة كرحلة سياحية ترفيهية. تنزل الطالبات وفي مقابلهن جندي أردني لم يتجاوز 25 من العمر. وفق روايته فقد وضع سلاحه بجانبه لأداء صلاته، فقامت بعض الطالبات بالاستهزاء به وبما يفعله فأنهى صلاته وأنهى حياة 7 منهن حين تناول سلاحه الرشاش وأطلق النار عليهن. فكانت الحصيلة صادمة لإسرائيل، ما أجبر الملك حسين في ذلك الوقت على زيارة إسرائيل وأسر البنات القتلى وتقديم اعتذار رسمي للحكومة الإسرائيلية وشعبها. كما تم تسريح الجندي أحمد من الجيش وتقديمه للمحاكمة وحكم عليه بالسجن المؤبد. لكن القضية لم تتوقف هنا، فتداعياتها ظلت حاضرة على الساحة الأردنية حيث انتفضت جموع من الشعب الأردني تقودها نقابات وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن الدقامسة وبل تكريمه على اعتباره بطلاً وطنياً. وانضم للأردنيين في مطالبهم عرب من خارج الحدود رأوا بما فعله الجندي الأردني تعبيراً عن مشاعرهم تجاه إسرائيل التي يرون بها العدو الأول والأبرز للعرب، وأن ما حصل هو أفضل طريقة للرد على اتفاقيات السلام. وفي كل مرة كان يحدث توتر مع إسرائيل كانت تخرج قضية أحمد للواجهة. فمع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 طلب الأردنيون بالإفراج عن ابنهم. كذلك حدث عام 2011 أن خرج وزير العدل آنذاك ونقيب المحامين الأردنيين السابق حسين مجلي بتصريحات ينتقد بها عدم الإفراج عن الدقامسة، أمر دفع إسرائيل للاحتجاج على تصريحات الوزير. وفي عام 2014 اغتالت الشرطة الإسرائيلية قاض أردني يدعى رائد زعيتر كان في زيارة للقدس، فخرج مجلس النواب الأردني يطالب بالإفراج عن الدقامسة ردا على هذا الاغتيال. وظلت المطالبات سارية حتى العام 2017 حين أفرجت السلطات الأردنية عن الجندي السابق بحكم انقضاء عقوبته المؤبد، حيث السجن المؤبد في الأردن يعني السجن 20 عاماً، وهي المدة التي قضاها أحمد ليخرج ويجد استقبالاً وترحيباً شعبياً كبيراً بخروجه، حتى أن رواية كتبت عنه وله حملت اسمه أحمد للكاتب الأردني أيمن العتوم. ليتجدد الجدل حول قصة أحمد وما قام به بين من يراه بطلاً شعبياً وطنياً وبين من يراه مجرماً وقاتلاً للأطفال.